هذا ما تبقى من منزل عائلة الطهراوي في مخيم بربرة وسط مدينة رفح بعد أن تعرض لقصف إسرائيلي عنيف وهمجي هذه الليلة، أدى إلى ارتقاء صاحب هذا المنزل وإصابة العشرات من الجيران ومن أصحاب المنزل في هذه الليلة من ليالي الغارات الإسرائيلية المستمرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا القصف أدى إلى تضرر هذه المنطقة بالكامل نتيجة قصف مطيرات الحربية بصاروخ ثقيل على هذه المنطقة الذي أنهى حياة هذا المنزل بالكامل، ولم يتبقى منه إلا مدخل هذا المنزل الذي نتواجد عليه، حيث نرى الركام في كل منطقة من هذه التي تعرضت للقصف الإسرائيلي الذي هدف هذا المنزل في مخيم بربرة وسط مدينة رفح، على الرغم من تواجد عشرات النازحين وتواجد عشرات ألاف المواطنين في هذه المناطق السكانية الكثيفة بالمواطنين واللاجئين الفلسطينيين، إلا أن القصف الإسرائيلي استهدف هذا المنزل. الدمار الذي حل بكل المخيم وهذه المنطقة نتيجة القصف الإسرائيلي، المواطنين في هذه اللحظات يتفقدون منازلهم التي تعرضت للضرر نتيجة القصف الإسرائيلي، ويحاولوا البحث عن ما تبقى من هذه المنازل نتيجة الصاروخ الإسرائيلي الذي استهدفها في الليلة الماضية، على الرغم من تواجد آلاف المواطنين والنازحين في هذه المنطقة المكتظة بالسكان. أيضا نرى في هذه المناطق أو في هذه المنطقة التي تعرضت للقصف روضة أطفال أيضا أصابها الضرر بشكل كامل وأدى إلى تهدم أجزاء كبيرة منها، وكذلك منازل المواطنين المحيطة بالمنزل المستهدف والذي أدى إلى ارتقاء صاحب هذا المنزل شهيدا وإصابة العشرات من سكان المنزل والمنازل المحيطة به. ونتحدث إلى أحد جيران المنزل المستهدف في مخيم بربرة وسط مدينة رفح. حج، في البداية عرفنا شو اللي صار معك الليلة. الليلة أنا نايم على الساعة واحدة سمعت خبطة قوية، فكرتها يعني بعيدة، فيش ثواني إلا الغبرة عندي في البيت، ريحة البرود في البيت، قمت أحسس أطفالي وأولادي، مش يعني أنت فلان هيك تحسيس أنت فلان بخير روح. لما تعرفت عليهم كلهم أطلعتهم عند جاري عبين الغبرة تروح من الدار، وباتوا الليلة عند جاري وأتوا يروحوا قبل ساعة. شو اللي صار؟ شو في أضرار في المكان؟ شو في أضرار؟ مين استشهد عندكم في الحارة؟ استشهد عندنا صاحب البيت هذا اسمه ياد الطهراوي، وأطفاله يعني الحمد لله بخير، إصابات في عنده بنت صغيرة في العناية المركزة حاليا، ونتمنى لها السلام والشفاء إن شاء الله. تم تحذيركم قبل قصف الاحتلال لهذا المنزل؟ لا لا لا، ما فيش تحذير بالمرة، بقول لك تفاجأنا إلا والصاروخ نزل على الراجل وقمنا نجري. ما فيش تحذير ولا حاجة. يحاول المواطنين حتى هذه اللحظة معالجة ما يمكن معالجته نتيجة هذا القصف والبحث عن بقية مقتنيات هذه المنازل، في ظل أن القصف الإسرائيلي قد جاء بدون سابق إنذار وبدون أي تحذير، حيث قصفت الطائرات الحربية هذا المنزل، وقد وثقت قناة الغد في الليلة الماضية على اللحظات الأولى لهذا الاستهداف والذي أدى لارتقاء مواطن وإصابة آخرين، كما تابعنا في هذه الليلة هذا الاستهداف الإسرائيلي الجديد لهذه المنطقة. وبالتالي فإن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة رفح على الرغم من زعم جيش الاحتلال أنها منطقة آمنة، ويأمر سكان كل مناطق قطاع غزة بالذهاب إلى مدينة رفح، لكن هذا هو المشهد في هذه المدينة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي. لقناة الغد محمود فودة من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.